إلى رحمة الله. الدقة والصبر والحرفية العالية أساس عمل الفن العجمي أو الدمشقي. لوحات وجدارية زينت المساجد والقصور والصالات والمنازل، أعمال تعتمد على الذوق الرفيع لإبداع لوحات مزينة بالخط العربي وأشكال نباتية وهندسية لتخرج حروفه وأشكاله نافرة تضج بالحياة. طبعا بالنسبة لحرفة العجمي هي تتمحور بحول ثلاثة محاور، هو الرسم النباتي والرسم الهندسي ورسم الخط. سبب ظهور هذا الفن بدمشق هو قيام الدولة الأموية. لما قامت الدولة الأموية بدمشق كان في هنالك تحريم لرسم الأرواح، تحريم لرسم الأشخاص، فظهر هذا الفن وانتشر بالعالم نتيجة الحرمة ونتيجة ارتباط الفن مثل ما بتعرف بالسياسي. صار بالمانيا 60 سنة أولا مواطن بتستخدم فيها الجبصي، الاسفزاز، الزنك، غاري حمراء، غاري حيوانية حمراء كثيرة، صبغ الفستق الحلبي، بياض البيضة أحيانا بحط فيها بياض البيضة. نعم أنا حبيتها، استمرت فيها وحبيتها بعدين للبيع والشراء والرزق وانتشارها. نشرناها بالوطن العربي، نشرناها في مدينة دمشق أكثر شيء. لا تغيب لوحات الفن الدمشقي عن صالات المعارض السورية داخلية وخارجية، بل تعتبر واحدة من أبرز الأعمال التي تزين تلك المعارض والمزادات العالمية. أكبر المعارض اللي هي صالة كريستينا بلندن دائما هي يشارك فيها هذه المعارض، وحتى بفرنسا، حتى ببعض الدول الأوروبية، يعني لأنه مهني دائما قلت لك إلى ترتيبة، إلى ناس، إلى شرائحها دائما من الناس، وهي بتاخذ هذا المنحى يعني بي 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 بموضوع المزادات. يعني لا تعرض بمعرض عادي وهيك، لأنه إلى ناسا وإلى الشرائح تاعيتها. يعني اكتسب الرسم العجمي شهرة عالمية، ويضم متحف متروبوليتان الأمريكي أشهر متاحف العالم قاعة تحمل اسم دمشق، وهي مزخرفة بالفن العجمي، كما أن إحدى قاعات مكتبة جامعة نيويورك مزخرفة بهذا الفن الدمشقي بشكل عام، يعني بكل الموديلات هاي اللوحات المشتغلة. خلال سنوات الأزمة تراجع عدد المشتغلين بهذه الحرفة ومشاغلها، لكن الطلب عليها داخليا وخارجيا أعاد لها الحياة ودفع جيل الشباب لتعلمها. من أحد مشاغل العجمي في دمشق خليل هملو، القاهرة الإخبارية، عاصمة الخبر.